هذا سعيد قال أريد أن أخطب فتاة، هل يجوز أن أتكلم معها في طريق؟ يعني أسألها هل هي مخطوبة أو عنوان المنزل؟ هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. كل إنسان يعني يرى امرأة ويذهب إليها ليسألها هذا فيه شبهة في حد ذاته، فسيما إذا كان لا يعرفها. إذا أراد يعني أن يقصدها وأن يعرف أو يتعرف على هذه المعلومات إما أن يسأل يعني الغير ممن يعرفها، كأن تدرس مثلا في مدرسة ويعرف إنسان يدرس معها، أو يعرف مثلا إنسانة قد تكون من عائلته أو من جيرانه، يسألها عن هذه الفتاة وتدله على البيت ويأتي بالمعلومات، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يخطبها فأن يطرق الباب المشروع، يذهب هو مع أهله ويخطب هذه الفتاة إن كانت يعني غير مخطوبة ورغبت في أن يتقدم إليها الناس. لكن يعني أن يسأل كل ما عجبته امرأة يذهب لها لا أنت مخطوبة أم لا، أين تسكنين، وربما تقول له أني مخطوبة فإذا بالأخرى، ويظل يلتمس من هنا وهناك ويضيع الأوقات وقلبه يتنقل من هذه إلى هذه، فلا يصف بذاك ولا بذاك. فالأحوط له والأليق له أن لا يخطب بهذه الطريقة.